في هذه الصحراء الممتدة الأطراف والمعروفة بصحراء العبر، يوجد منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، والذي بات اليوم ونتيجة للحرب التي تعيشها البلاد منذ غرابة العام بمثابة النافذة البرية الوحيدة بين البلدين، والتي يحصل من خلالها اليمنيون على الجزء الأكبر من احتياجاتهم، وعلى رأسها الغذاء والدواء والمشتقات النفطية. فمنفذ الوديعة والذي تم افتتاحه عام 2003 بات اليوم يشكل أهمية استراتيجية بالغة ورافدا مهما للخزينة العامة التي أفرغتها الميليشيا في تمويل حروبها، حيث بلغت عائداته المالية العام الماضي نحو 20 مليار ريال، وسط توقعات بأن يرتفع حجم العائدات هذا العام، خصوصا وأنه الوحيد الذي لا يزال يعمل من أصل 4 منافذ برية تربط بين البلدين. الشاحنات التي تأتي في 4 منافذ كانت من قبل، وكما هو معلوم للجميع المنافذ قد أغلقت إلا الوديعة، فكل الشاحنات بكل البضائع بأنواعها ولجميع المحافظات تأتي عبر هذا المنفذ، فالحركة فيه شديدة جدا، مزدحمة جدا، ولكن الحمد لله رب العالمين نعمل في حدود الإمكانيات وإن شاء الله التوفيق. المنفذ يعني يشهد في هذه الأونة الأخيرة يعني حركة تجارية كبيرة، وهذا ساعد نشاط كل الناس تشتغل. ورغم هذه الأهمية ومع تزايد أعداد المسافرين وانتعاش الحركة التجارية المارة منه، إلا أن المنفذ الذي بات يعمل اليوم على مدار الساعة لا يمتلك أي مقومات تمكنه من استيعاب ذلك التزايد، فلا تواجد هنا لمكاتب إدارية مهيئة أو بنية تحتية ملائمة ولا فنادق ولا مطاعم ولا حتى دورات مياه كافية للاستخدام من قبل آلاف المسافرين في المنفذ الذي يفترض بأنه منفذ دولي، فيما المباني الحديثة التي بناها الجيش منذ سنوات عديدة لا تزال مغلقة أبوابها بعد أن تم بناؤها بطريقة عشوائية وغير صحيحة لا تتناسب وطبيعة العمل في المنفذ. مباني جديدة وبساحات واسعة، ولكن للأسف لم تفي بالغرض، لأنها أسست بطريقة ليست جمركية وليست على ما يشتهيه الجمركي أو كذا أصحاب الجوازات. رغم الصعوبات التي يواجهها عمل منفذ الوديعة الحدودي، إلا أنه يظل بمثابة الشريان الوحيد البري الذي يحصل منه اليمنيون على غالبية احتياجاتهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، منفذ الوديعة.